شوف كلام حضرتك منطقي تماما، ان حالات الشركات اللي تم توقيف النشاط بتاعها. يعني ايه توقيف النشاط؟ يعني لم يطرق تأشيرة على السجل التجاري، يعني ما عملش فرع جديد، ما زودش راس مال، ما جددش السجل التجاري، ما غيرش الشكل القانوني، ما اضافش في هيكل المساهمين، فبقى راكد. فعدد الركود للشركات زاد. خدت بال حضرتك؟ انما حالات الافلاس كمان بتاخد وقت عشان تعلن الافلاس وتبقى جزء من الاحصائيه، فبيبقى فيها تايم لاج. تمام؟ فده تفسيري لهذا الامر. طيب احنا في السجل التجاري عندنا كم من البيانات والمعلومات الكثير. انا عندي بيان على مدار الساعه على داشبورد كام شركه بيتم تاسيسها يوميا في اني محافظه على مستوى الجمهوريه، برؤوس اموال قد ايه، بنسب المساهمه، بالنشاط الاقتصادي. مفيش حد في مصر تطورات، وطبعا مش موجود عند اي حد. لا ده مش موجود غير عندنا بس. تمام. وزاره التموين والتجاره الداخليه لديها اكبر قواعد بيانات، سواء قواعد بيانات المستفيدين من الدعم والتموين والسلع والخبز، واكبر كيان لديه بيانات عن الشركات والمؤسسات. يعني دايما كان هناك احصائيات بتعرض في الجريده او في الجرايد ان حجم رؤوس الاموال قد ايه. البيان ده من عندي، ولكن كان بيروح من جهات اخرى، ما يجراش حاجه، بس البيان ده كان خاطئ لانه بيتحدث عن الكيانات اللي بيتم تاسيسها لا طبقا لقانون الاستثمار. طب ما انا عندي كيانات اخرى كثيره لا يتم تاسيسها طبقا لقانون الاستثمار، فانا عندي حجم الاقتصاد الحقيقي، كم شركه، رؤوس اموالها قد ايه، نشاطها ايه. الجديد بقى ان كان اللي بيسجل شركه كان بيحط في النشاط الاقتصادي كل حاجه، يقول لك انا ببيع لبن وبعمل سفن فضاء وبشتغل في الموضه. طب ايه فاصبح عندنا كودز كودنا طبقا لايزك، بحيث اللي يخش يسجل نشاط يكون لازم دوت القطاع ده منصوص عليه في الكودز. طب ما تيجي مثلا تيجي تقول لي ايه هو عدد الحلاقين في مصر قد ايه؟ هقول لك ما اعرفش. ليه؟ لان واحد سجل صالون حلاقه، واحد سجل صالون قص شعر، واحد تالت قال لك بتقليم مش عارف ايه. فالتوحيد مطلوب عشان اقدر يكون عندي احصائيه حقيقيه. فاتفقنا مع وزاره الماليه مع الضرائب ان يكون في كودز، ومش كل واحد بقى ايه يحط اللي هو عايزه. قلت ايه؟ لا حضرتك حلاق يبقى تكتب صالون حلاقه. توحيد النموذج النشاط وتعريف النشاط. كويس. طب انت عايز تحط كم نشاط؟ قلت لك خليهم ثلاثة اللي هم عايز تزود بقى بفلوس.